عام 2020 لم تكتمل فيه الفرحة بالنسبة للاجئين حتى يعكسوا كل ما يبوح يعني في نفوسهم. نعم. لكن إن شاء الله يعني هذا العام يعني هم يعني شاهدوه من خلال التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى. نعم، قلت كده المعتمدية تدرك وتعي الإعلام ودوره وأهمية المرحلة وما تقومون به. في ثواني حديث عن هذا الجانب والمحور المهم، وأريد أيضا أن أرفق هذا بأبرز الخدمات التي تقدمها معتمدية اللاجئين للاجئين. إذا تحدثنا عن جغرافيا المكان، يعني مثلا قلنا داخل الخرطوم. طيب شكرا جزيلا، هو سؤال وجيه جدا. يعني طبعا نحن يعني نتفق أن الإعلام أصبح أداة العصر، وأصبحت كل المؤسسات والدور الحكومية وغير الحكومية هي تعتمد على الإعلام، لأنه الإعلام بيعكس نشاطك وبيعكس المجهودات اللي أنت بتقدمها. حقيقة نحن عندنا في معتمدية اللاجئين إدارة الإعلام المهام بتاعها أنها هي تعكس الأنشطة بتاعت المعتمدية وجهود المعتمدية، سواء كان على مستوى العلاقات المتقاطعة مع المؤسسات الحكومية والوحدات الحكومية ذات الصلة، أو مجهوداتنا على مستوى المعسكرات اللي احنا بنبذل فيها جهود كل المشاريع اللي احنا بننفذ فيها. نحن حقيقة يعني الخدمات بتاعتنا ليست هي يعني حكرا للاجئين، انما الخدمات اصبحت برضه للمجتمع المضيف. احنا بنفتكر المجتمع المضيف هو اللي بيتنازل عن اراضيه، بيتنازل عن مزارعه وتقام عليها المعسكرات. فبالتالي يعني كان جات فكره انه نحن الدعم يكون اذا ما بالتساوي يكون بنسبه مقدره بالنسبه للمجتمع المحلي. اذا الدعم المجتمع المحلي برضو يشمل كل اللاجئين والمجتمع المضيف. احنا على سبيل المثال في ولاية النيل الأبيض، يعني نحن حقيقة لنا مشروع مع منظمة الأمم المتحدة للإنماء اللي هي UNDP، هي عندها مشروع لإعادة تأهيل مشاريع النيل الأبيض. نعم. وأيضا عندنا مشاريع الاعتماد على الذات وسبل كسب العيش والاعتماد على الذات. دي مشاريع حقيقة قدمت فيها دولة هولندا حوالي 21 مليون دولار ماشي، هو حقيقة على مدار 3 سنوات، وده نحن عكسنا فيه. يعني حسا نحن تقريبا لنا أكثر من 15,000 فدان يعني حصل تأهيلة في ولاية النيل الأبيض، وايضا قدمنا مشاريع سبل كسب العيش والاعتماد على الذات بالشراكه مع المجتمع الدولي، وده كان الهدف منه تخفيف عبء اللجوء، وايضا يعني ما يكون في غبن لدى المجتمع المضيف اللي بيتنازل عن اراضيه، ويكون في شراكه في التعليم، في شراكه في العلاج، في العيادات، في المستشفيات كده. نحن دارين الاعلام يركز على مشاريع حيويه زي دي عشان نحن يعني فعلا نحسس ان المجتمع المحلي انه معتمدية اللاجئين هي ليس مسؤوليتها تجاه اللاجئين فحسب، إنما أيضا المجتمع المحلي اللي بيتنازل من كل ما عنده وكل غالي ونفيس عنده في سبيل أنه يستضيف الضيف ضيفه من اللاجئين. فإحنا حقيقة نعول كثير على أنه الإعلام يلعب دور كبير جدا يعني على مستوى ولاية الخرطوم وعلى مستوى المعسكرات. نعم، يعني نتمنى لكم التوفيق في كافة ما تقومون به من خلال الاستراتيجيات المتميزة جدا لكم في المعتمدية. أستاذ عادل دفع الله عبد الحينة معتمد اللاجئين، شكرا لك ولحضورك في صباح الشروق. كتر خيرك، بارك الله فيك، جزاك الله. نمضي ونتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء عبر صباح